أخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك فيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. محفظة كوبريت أخوتي الموقع أو المحفظة أعطتني 1.31 دولار هدية الفيديو أخوتي. سنقوم بالسحب من هنا. نختار قانون محفظة الطيار اخوتي. هكذا من هنا. نضع العنوان هنا. نضغط سند فانس. لقد تم الدفع بنجاح. ها هو اخوتي 1.18 withdraw from kovrita.io. اذا المحفظة الصادقة اخوتي. كما شرحت المحفظة اخوتي هنا اذا اردت الايداع في الموقع. هكذا تختار اي عملة هنا. وهنا ايضا السحب من هنا. تختار اي عملة اخوتي او البيتكوين او الايثريوم او النيتكوين. هنا اذا اردت استبدال البيتكوين الى الدولار او اي عملة او الايثريوم اخوتي الموقع يتيح لك ذلك. هكذا اخوتي يجب ان يكون لديك هنا حساب بالبيتكوين تستطيع ان تحوله الى الدولار هكذا او اي عملة اخوتي. تضغط على اكسشنج. هنا الهيستوري اخوتي من هنا. هو المبلغ فقد تم السحب بنجاح. هنا الباونتي اخوتي نستغل الفرصة روردز هكذا. انا عملت فيديو يوتيوب اخوتي. تضع رابط هنا تضغط على سيمايت. هنا المقالة في موقعك تضع عنوان المقالة تضغط على سيمايت. هنا النشر في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر او الفيسبوك. المنشور تضع رابط المنشور هنا تضغط على سيمايت. هنا تقوم بمراجعة لهذا الموقع في هذا البلوج اخوتي. وهنا السحوبات اخوتي. ما هي السحوبات؟ هذا ما لدي بالنسبة ان نسيت هنا الإحالة اخوتي 5 مستويات. هذا هو رابط الإحالة. هنا رجع الى البونص او الهوم. هذا ما لدي في هذا الموقع اخوتي. لايك فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.